ليس معنى هذا أننا ألغينا الفكرة، وإنما مجرد وأنا بقولها رسالة، هو رسالة لهم أننا نقدر ما قلتموه من أن الخطوات هتمشي كويس قوي، فإحنا بنفسح مرة أخرى من أجل هذا إن شاء الله. يعني المسألة التالية فيما يتصل بلجنة طيب، احنا في عندنا بقى ما يتعلق بحزب الأمة المصرية. حزب الأمة المصرية حزب يؤلفه ويقوم بتأليفه الأستاذ الدكتور الكبير أكرمه الله الدكتور محمد عباس، ومعه إخوانه، وأظن هم بيضعوا اللائحة في اللائحة الداخلية والبرنامج وما إلى ذلك، وبيجمعوا الأسماء. وهما فعلا اتصلوا بي علشان يعني أمارس دور أنهم يعني أستشار في الأمور في الأحداث وما إلى ذلك. فده لأنه الحقيقة عدد الأسئلة اللي بتوصلني برغم أن أنا بينت ده من قبل ربما يكون العدد كبير، فعايز الكلام يبقى واضح. وهو ده بالفعل أنا أظن أنهم قربوا يخلصوا أو شيء من هذا القبيل. وانا فعلا دوري الاخوه، لا انا مش رئيس الحزب ولا حاجه، المساله انه بالضبط استشارات، يعني اذا استشار يعني بذل النصح الكريم، وهم بيسموها مرجعيه، يسموها زي يعني انما زي ما بقول لك كده ببساطه. فارجو ان المساله بتهيالي واضحه، وانا قلتها مرتين قبل كده، فارجو ان هو يكون واضح. ويعني جزا الله الدكتور محمد عباس، انتم تعرفون نبرته الواضحه البصيره، ويقول انهم سوف يضعون مبادئهم وبرامجهم على نفس الاسس التي قامت عليها يعني حركه الوضوح وما الى ذلك. فجزاهم الله خيرا، واسال الله ان يبارك لهم في هذا الحزب يا رب العالمين، وان يجعله. فيما يتصل بقى بما اعلنته انا من اننا نعد الان تيارا وحركه وجمعيه وحزبا وكل اللي انتم عايزينه، الموضوع ده قائم على قدم وساق، بس انتم ما تتصوروش انه هو سريع، لان احنا احنا بندرس خطوات التنفيذ، مش بندرسه، احنا بندرس خطوات التنفيذ دراسه يعني ناضجه علشان يبقى فيها نضج. وده نمره واحد. نمره اتنين، هذا الموضوع لن يعلن ولن يتم الا بعد انتخابات الرئاسه، لان احنا لا نستطيع ان نزحم الوقت الحالي بهذا الموضوع. انتخابات الرئاسه تخلص بقى في الجوله الاولى، تخلص في الجوله الثانيه، يعني وقت ما تخلص فده سيكون بعدها. لكن هذه الحركه والتيار الذي سيجمع حتى عدة أحزاب وجماعات وجمعيات ويعني له أبعاد وما إلى ذلك، حاضر لحظة، يعني إن شاء الله ماشي في طريقي بإذن الله تبارك وتعالى. فيما يتصل بموضوع لجنة الانتخابات الرئاسية والتزوير والخوف من وجود كذا، هو لجنة الانتخابات الرئاسية في معنى مهم قوي لو سمحتوا تفهموه. في فرق بين ان المادة 28 من الاعلان الدستوري حصنت قراراتها، فاصبح معنى كده، اسمعوا بقى كده، لما تطلع قرار القرار ده يبقى محصن خلاص. انما ده مش معناه انها لجنة تتمرد على الاحكام القضائية، لا، هي لما تيجي تطلع قرارها ملتزمة بالاحكام القضائية التي تصدر. لما يبقى في حكم قضائي ما تقدرش هي تهدره أو تذبحه وتطلع القرار من عند نفسها. هي فاهمة بقى أن تحصين المادة معناها أن تطلع أي قرار بايظ حتى لو ضد القضاء. ولذلك لما لا لحظة لا سيبك مني أنا دلوقتي، لما صدر القرار، أنا بقول ده بمناسبة إيه، أما صدر حكم المحكمة بتاع وقف الانتخابات وبتاع وقف إحالة العزل السياسي للمحكمة الدستورية، فوجئنا بأن رئيس مصدر قضائي في المحكمة الدستورية بيعلن في بيان نشرته الصحف إن إحنا مش ملتزمين ومش هننفذ الحكم ده لأن قراراتنا محصنة. قراراتك محصنة ده شيء في اللي أنت متخصص فيه، إنما
مش ضد احكام القضاء. ولذلك لما المحكمة الإدارية العليا وقفت هذا الحكم، وانا الحقيقة عايز اقول لكم انا حمدت الله انها وقفته، يعني انا جايز اكون غلطان في ده الله اعلم، انما فعلا انا عايز الانتخابات الرئاسية تخلص تتعمل. بس بقى في نقطة خطيرة جدا، ان اللي لازم تعرفوا ان الحكم اللي صدر ده مش حكم بإلغاء الحكم بتاع، يعني حكم محكمة القضاء الإداري قال إحالة القانون للمحكمة الدستورية بتاع العزل ده غلط قانونا. المحكمة الأعلى اللي هي الإدارية العليا ما لغتش الحكم ده ولا حكمت بأنه غلط، لا في الشق الموضوعي ولا في الشق المستعجل أبدا، وإنما هي أمرت، مش حكمت، في فرق بين الأمر هنا والحكم اللي يفهموه بتوع القانون، أمرت بوقف تنفيذ الحكم ده مؤقتا لحد ما تبص في القضية، لأن الحكم ده كان يجب تنفيذه يوم ما صدر. ففي فرق بين الأمر القضائي وبين الحكم القضائي. أما إحنا هنرشح مين؟ ف لا أنا المرة اللي فاتت بقول لواحد الحكاية دي ديكم شفتوا نشروا إيه، دلوقتي أقول لهم وعلقوا بوسترات على الصناديق. سنحيا كرامة، سنحيا كرامة، سنحيا كرامة، سنحيا كرامة، سنحيا كرامة، يحيى العلم ويحيى الدين، يحيى العلم ويحيى الدين، يحيى حازم أبو إسماعيل، يحيى حازم أبو إسماعيل. يا أخي الكريم اسمعوا يا أخوان، أولا انتخابات الرئاسة احنا الحقيقة حريصين انها لازم تتم، سيبك بقى خلاص احنا ان شاء الله فيما هو افضل مما كنا ننتظر كمان، ابشروا انا ان شاء الله اقول لكم حاجات كثيرة باذن الله. اولا انا جالي ضغوط شديدة جدا 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 من ناس انه ايد فلان، وضغوط شديدة جدا جدا من اخرين انه ايد الشخص التاني، وجات لي ضغوط اشد من من نوعين الضغط دول اني ما اعلنش حد خالص، وقال لك يعني الكلام ده هيحدث كذا وهيحدث كذا. انا عايز اقول لكم حاجه فعلا قد وفي ناس كلموني عن المبادئ العقائديه وانه ما ينفعش ننتخب ونعطي شرعيه لكذا، ما ينفعش مش عارف نعمل حزب وكذا، يعني مفهوم كل ده، لكن انا عايز اقول لحضراتكم ان المسألة مش بالبساطة دي، الموضوع مليان تعقيدات، مش بالكلام العام اللي بنسمعه من الاعلام، الموضوع انا بعمل مقابلات وبعضها بيطول مدة طويلة، ونرجع تاني في مقابلة اخرى، مسألة مش بالسطحية اللي انتم متخيلينها ان فلان بيقول كذا فهو افضل وفلان بيقول كذا فهو افضل. احنا الان بنفحص الموضوع من جوه من تحت خالص، زي كده ما تحط ايدك في القمح اللي الناشف عشان توصل للمبلول، جايز اقدر وجايز ما اقدرش، جايز ما اقدرش اعلن حد خالص وجايز نقدر الكلام. انا فعلا كنت النهاردة ناوي ان انا اعلنه لكل الناس بوضوح وبالاسم الواضح، لكن المقابلة حتى اللي انا رايحها دلوقتي طبعا ما حدش يمشي ورايا، من ضمن هذه المقابلات اللي ضروري انها تتم برغم انها تعقيب على مقابلات سابقة. المسألة مش سهلة ومش زي ما انتم متصورين انها بالاعتبارات المعلنة، الاعتبارات المعلنة دي اقل الاعتبارات، دي اقل الاعتبارات اثرا. وعلشان انتوا حضراتكم ما تستشعروش غربة عن الاعتبارات الدينية، انا عايز اقول لكم انه فعلا قضية الشريعة الاسلامية في شريحة انتخابات الرئاسة الحالية مش هي صائم الاثر مش عليها، لانه البرلمان هو اللي هيعمل ده، البرلمان هو اللي هيعمل ده، انما احنا كنا نريد انه مؤسسة الرئاسة تعمل دور ايجابي، انها تقترح
مشروعات القوانين وعلى وعلى سموها بايه السرعه من باب السرعة من السرعة. على وجه السرعه يعني اسمها كده احاله ده قانونا احاله على وجه السرعه وتحيل وتنال وتدافع عنه ده اللي كان ممكن تعمله مؤسسه الرئاسه لما كنا متخيلين في وضع معين ممكن يتم انما الان الصوره المطروحه وعلى فكره لو سمحتوا ما حدش يستنبط من الكلام ده حاجه لان استنباطاتكم كلها غلط المره اللي فاتت رجعت لقيت واحد بيقول اذا فمعنى كده انه سوف يعلن تأييد مثلا الدكتور خلاص والتانيين يقولوا لا وبدأت المناقشة على الانترنت هي دي مش فوازير رمضان ما تتوقعوش انا نفسي هقول لكم سر وان كان ده غير انما فعلا انا مثلا ممكن تكون في ليلة من ثلاث ليالي كنت ناوي مثلا محمد مرسي الليلة اللي بعدها عبد المنعم الفتوح الليلة اللي بعدها عدم الاعلان عن حد خالص انا نفسي مش عارف يعني مش انا عارف فانتوا تتوقعوا انا لغاية اللحظة دي مش عارف مش معنى كده ان مفيش حد ارجح من حد فيه طيب في واحد بقى ممكن يقول طب وليه التعليقة الطويلة قوي دي اصله يا اخي الكريم انت لا تعرف ان الحديث يقول ان احدكم لا يتفوه بالكلمة من سخط الرحمن لا يلقي لها بالا فتلقي به في النار 70 سنة 70 خريف طب ده اذا كان لا يلقي لها بالا طب ايش حالك اذا كان واخد باله هو بيعمل ايه بيوجه الامه يمين ولا شمال فبالتالي احنا مضطرين نجود الامر علشان انا الاحسن لي انا شخصيا كشخص ان انا ما اقولش حد خالص الحقيقه انا افضل هذا وده ميلي وهوايا بس ده انا لنفسي انما على كل حال جايز بكره او بعده انا فعلا كنت النهارده جاي علشان اقول لحضراتكم عليها بس اللي انا عايز اقول لكم عليه انه ما ينفعش مهما كانت الظروف نبطل الاصوات لانه كون ان افرض ان يعني افرض انا معايا 1,000,000 صوت ابطلهم ازاي اذا كان الفرق في الاعاده هيبقى وهم وعلى فكره ما فيش فرق بين عمرو موسى واحمد شفيق عشان ما حدش لانه بداوا يلعبوا اللعبه دي دلوقتي اي حد كان محسوب على النظام السابق لا يمكن ابدا لان انا ما اقدرش ابدا اتغاضى عن 1,000,000 حاجة وحاجة فانتوا شغلكم في الفترة القادمة مش مع نفسكم وتقعدوا تتكلموا تشوفوا الفئة من الناس اللي ناوية تعطي المحسوبين على النظام السابق وتكلموهم لانه في بعض الاخبار بدأت تتقال ان في بعض البلاد بعض الناس اللي كانوا هيدوني انا اصواتهم هيموجهوها لفلان الفلاني من المحسوبين على النظام السابق الله ازاي قالوا ايوه ما هو في فصيل كبير من الناس العاديين جدا كانوا هيصوتوا لصالح حازم ابو اسماعيل مثلا الناس دول لما خلاص بيختاروا مش بناء على قيد معين فانا ارجو يا اخواني ان دول هم اللي احنا نعمل معاهم لايضاح الصوره شوفهم دول موظفين في حكومة موظفين في قطاع خاص راكبين في الأتوبيس بيشتغلوا فرش ده نمرة واحد مفيش أصوات تتجه مطلقا وخصوصا إن جهات الأمن بتحاول تتعاقد مع قبائل مع عائلات أسر المجندين أسر الضباط بطاقات مش عارف مين في الإقسام طبعا إقسام الشرطة وحتى غيره إلى جانب جهات أخرى فأرجو إن احنا ننتبه لهذا تماما الشيء المهم برضو ان اقول لحضراتكم عليه ولازم الاول يعني تفهموهم الحقيقة انه هنبقى يا ما هيبقى الشعب بقى يستاهل لو جاب واحد من نفس الماركة القديمة يبقى راجل دولة راجل نص دولة هيحصل نفس اللي كان بيحصل قبل كده